You were born and raised in this camp. What motivates you and other young men like you to join the armed resistance? اللي اقنعني بالمقاومة هي قناعة شخصية لما رأيته في حياتي. احنا من واحنا صغار يعني ربينا على هاي الاجواء، كل يوم اقتحام للجيش، كل يوم عملية، كل يوم واحد معتقل، كل يوم اعدام لشباب، كل يوم اعدام لنساء. يعني الاحتلال بفوت على المخيم وعلى المدينة، يعني بتطلعش هذا كبير مسن، هذا طفل فيش عنده فرق، بطخ مين ما يجي قدامه. فهذا الاشي من واحنا صغار كبرنا عليه، يعني اكيد رح نطلع مقاتلين، مش رح نطلع يعني قاعدين على مكاتب.